السلام عليكم. أم ياسر الشيباني واحدة من سكان حي الجحملية في مدينة تعز، وهو واحد من أكثر الأحياء تعرضاً للدمار نتيجة الحرب. منذ سنوات تدمر منزلها بعد تعرضه للقصف من معسكر الحوثيين المتمركز في سوفتيل، وبعد 3 سنوات من النزوح في مناطق متفرقة عادت لتسكن على أنقاض بيتها رغم أنه لم يعد صالحا للسكن. تحكي لنا أم ياسر جانبا من قصتها في الفيلم التالي، نتابع ومن ثم نعود. ذكرت لي العيد ما عبش فرحة، ما عنديش فرحة حتى بنفسي. العيد كان من قبل ابني، كنا قدو عيد تفرح بالعيد، ماذا الحين؟ والله ما عاد بلا فرحة ولا أبا عيد ولا عاد، إحنا دارين فينا العيد. ياسر هو يجي من التوحيد، قال ذاك اليوم هم يجلسوا له بعد المغرب ورجعوا زعم يخزنوا يسمعوا النظيف طول الليل الحرب حقهم. ذاك اليوم جازع صاروا ياكلوا لهم، ويوم جمعه ياكلوا لهم سندوتشات، كان واحد يبيع هناك سندوتشات. هو جازع، هو الحبيشي، وليد الحبيشي. الادمي يقول له استني خليني اجزع خليني اجزع، ما فيش حد. وهم ذاك اليوم خرجت الحاره كلهم الذين حواثه، خرجوا كلهم، ماذا الحين؟ والذي بمسدس والذي بآلي، ولا بعد واحد قالوا اتى من الجمهور صلاحي، خرجوا. ما حين كسروا ذاك اليوم بيت هذا الخضراني كسر، والنسوار كانوا بالحوش، ما رجعني يحبل لحبي ولا ما دخل الا داخل، كسروا الطيقان حقهم رصاص، قالوا انه دخل الحوش حقهم هذا الادمي وتعلق فوق الشجر. اسمع ما كانوا يدعوا على بيتهم، ورجع ماذا حين وابني يقول لهم استنوا، هو طالعين من الزغط هذا الذي هنا البحار الذي كبر، يقول لهم استنوا خلونا نجزع خلينا نجزع. وهم دحين افسره، وهو دنا كذا، وهو ضرب، ما كانش يضرب الا بالجبهه، عمل كذا اتت له باليد، لما هذا البنان حقه كلها استها كذا تدندل الا تحت. ورجع بسرعة واحد صاحبه برضه قال له ياسر يده يده يده، وياسر حتى ابني ما قدرش، حس اللهبة بس ما قدرش، هو عامل بيده كذا مكانه ويجري. رجعوا منزل، رجعوا شقة التوحي الا يفسر ياسر، ورجع محل مسكه قالوا له لا تدوخش لا تدوخش، سافوا العسكري، قالوا بالعسكري شو قطعوا ولا؟ قال لهم والله ما قطعكم، انا تخلوني بلا يد. رجع سافوا العكان هذا حق بيت هاي السعيدة، ايش اسمه الذي هنا دحين ضربوا من عنده بسفتين بالمستشفى، هذاك سعفوه، سعفوه لعند واحد كان مصري، عمل له العملية، عمل له مسامير وعمل له صفائح. والثاني صدموه بصنع، ورمعه نزلنا المرة الأخيرة طيرت له رصاصة، ما احنا شداري من فين، من هو جزع شق العسكري أتت له رصاصة من هناك، ما حد داري من فين. رجعنا صرنا عملنا له عملية عند هذا ما اسمه، و350 ألف. هذه كان بالشارع. الحمد لله سلمتي. الحمد لله ما قربوا شيء. هو عدو كان معون، عدو صدمه كان. المرة الثانية وصلت له رصاصة برضه. أنا أول ما ضرب الصاروخ صحت، يا رب احفظ لي ولدي. ربي يحفظه الحمد لله. صاروخ كاتوشا من سفتين الساعة 1 الظهر، وأنا عاد أنا كنت طالع إلى هنا وأشيل التلفون، أفتح عاد أنا أفتح الباب لو الصاروخ جاء الضربة، ما تلبطت عرض الباب كذا، ولا الزجاج لا ورائي والحجار والحق القمرية هذا الجبس كذا، لا ورائي ما الحمد لله كان معي جلباب كبير يقفلن للجلباب، وانا متلبت على الباب وابني بالشارع المعور، والحمد لله ما قرب الشيء ذاك اليوم، تلبت له عرض الباب حق عزي حق الدكان حقه. يا ابني الحمد لله. اول شيء نزحت له شمير، ومن شمير رجعنا للحوبان، ومن الحوبان رجعنا هربنا صنعاء، جلسنا بصنعاء 3 سنين. أول ما طلعنا ما طلع ولا معي حتى بطانية، رجع له الناس ادونا فراش، ادوا لي هم بلادنا
دو لي فراش، دو لي دباغاز، دو لي مدكة من شر كلاشات كبني ولا وسا ثنتين سفنجات وثنتين بطانيات. المهم رجع كان معي عاد القطب معي كهان وشلك لي تنور نخبز بينه، انه ما يقدرش واحد يشتري يوميا يوميا روتي من الشارع. والبنت هذا انت كما انتم شايفين تفجرت كل الدورين، وينزل لي مال الدور الثالث. المهم ينزل من عرض البيت ونزل لي للدور الثالث، طبيتي شارب حتى الدور الاساس الاصل عند الاساس قد شارب ماء. المهم ينزل لي ماء يسحل من عرض البيت من السقف، اطلع عاني كيف قد عاني، وانا الناس شاهدين كلهم بالحاره وسط المطر وانا بالسقف ابرح الماء. ما خايف لا تفلت لفوق ومع المطر قد نام والله انا ارجع امرض. امس بالليل بصلي العشاء وطلع كبرح الماء، ولا يرجع لي لا تحت كل مالك قبل امس المطر الكبير هذا تحت الشقه الوسطيه في سرك الغرفه هذا مع كون قد حل بمعرف ولا الحمام. بس كلهم يفرحوا بالمطر اللي انت لا لا قد انا يا قال مطر يا رب سوا يا رب انت عالم بحالي وبس ما معيش احد يطلع عين البنات ما يرضيش يقول نطلع عشان قلش بالسقف ما احنا خليها تهدم يضربوا بالجن. انا ما يعني شقع ما رنا كله داخل البيت هذا ما معنا الا الله وهي وما شقت على عيالي الله هي. لا والله ابني ما حد يدي لك حتى لقمه. أما تابوهم عادهم كلهم جهال معي سبعة ما مش قليل. أخذت عيالي ولا عيالي ماشي كانوا راضيين يخلوني ننزل، قلت لهم شو انزل لأشوف بيتي إنه قد أتالي حتى من بيت الشرعي كنت أفصر كذا الحديد وأفصر الأكوة من فوق بيت فوق السقف. أجالا يعني من هذا حق حق السارق ما بسموه مش شبابي ابني ابتز دقم كبير مع حق الحديد صبا. ايوه من الصبا من هذا العمده العمود افسرته لما خلص قلت بيتي راحت قلت شو نزل اشوفه نزلوني ما عرضكش اطلع قلت لهم ما خلص حتى لو ابو قذايف شي جلس ببيتي ما عادش ارجع تعرف من المعاناه بين البيوت حق حصلنا اول شي بيت ترجع ما مطر لفوق انا كان سيل. قولك ايوه رجعنا ما دحينا وحصلنا رجع بيت 45,000 وانا ما اقدر كاش ادفع الايجار. كنا والله نحنا نربط على بطننا وندي الايجار حق الناس ما قدش يكمل الشهر وقد يدقدق اشتري ايجاره. ورجعنا ما دحينا اقول كلمه عشان رجعت خلاص انا خلاص ما تعبت بصنعة تعبت مره. رجعنا ما ظل حينا ما اقدرش العيال رجعنا نزلوا للعب. وبنتي يا بني وبنتي من اول الحرب ما مع كان الطايره يضربين ولا هم بالمال القذايف حقهم خلاص تتشنق عليا وتقص لها يوما ثلاثه يعني ماش داري ماش بوعيها ولا هي داريني. ونرجع محنا عالقة ومغذيات وإبار وما خليناش حاجة وتخطيط عملنا على القلب. قالوا ما في بشي بس يعني زي الفقيعة وقعت له للعلي الآن ويمكن تتشنق مسكينة قبل اللي حصلت له فقيعة ولا تتشنقت. ولا احنا دحين انا عايش تحت عاد معاه وقت المطر بقلق ويا تاريخ بقلق لا تفلت البيت لا فوق يا بنينا وعيالي مالك واحد يخاف. اللهم لك الحمد حسبي الله ونعم الوكيل. كنا عايشين معززين مكرمين ببيوتنا ما يعني تعبنا تعبنا من الحرب يا ابني تعبنا ذبحنا صر ما من غلاظ الحين صر ما من بهذلة ما ان يصير عاد ان عني واللي ان عي يخرج واحد. بيوت كثيرة في حي الجحملية وفي أحياء أخرى بمحافظة تعز فقدها أهلها بالقصف والتفجير من قبل الحوثيين أو من قبل طائرات التحالف، وصار أهلها فقراء مشردين بعد أن كانوا ميسورين أو مستورين في بيوتهم. ورغم وضوح المسؤولية القانونية على أطراف الحرب في المناطق الخاضعة لسيطرتهم والتي توجب عليهم الالتزام بتعويض الأضرار الواقعة على المدنيين وتجنب استهدافهم، إلا أن مآسي المدنيين لا تتوقف عند قصف منازلهم
بل تطول كلما طال أمد الحرب، فهم نازحون وجرحى ولا أحد يتحدث عن إيوائهم في وقت الحرب، ولا يلوح في الأفق أي أمل بأن تتحمل الدولة مسؤولية إعادة إعمار بيوتهم. حال المدنيين المتضررين من آثار الحرب في مدينة تعز موضوع حديثنا مع الناشط الحقوقي والراصد رضوان شمسان، ينضم إلينا من مدينة تعز. مرحبا بك معنا سيد رضوان. مرحبا. إذن العديد من البيوت داخل مدينة تعز تعرضت للقصف إما بطيران التحالف أو من قبل ميليشيا الحوثي، هل هناك إحصائية بعدد هذه البيوت، وهل هذه الإحصائية تشمل جميع من تعرض للقصف، أم يتم الفصل بين من قصف من قبل طيران التحالف أو من قصف من قبل ميليشيا الحوثي؟ بالنسبة للإحصائية المتمثلة في تدمير المنازل أو المنشآت العامة أو المنشآت الخاصة، لدينا إحصائية عامة لكل البيوت المدمرة وأيضا المنشآت العامة والخاصة التي تعرضت إما لقصف من قبل طيران التحالف وإما من قبل ما القذائف التي تصلهم من الحوثي المتمركز في أطراف المدينة. وأيضا هناك نوع آخر من التدمير الذي حصل لحي القحملية بالتحديد والأحياء المجاورة، حيث أنه أثناء وجود الشباكات قبل ما يزيد على سنة، عندما دخلت الحرب في هذه الأحياء أحدثت دمار أيضا من نوع آخر، وهو تمثل في النهب لكل محتويات المنازل، وصل إلى حد إخراج الأسلاك الداخلية داخل هذه المنازل من قبل أيضا أطراف متحاربة كانت داخل المدينة محسوبة على الشرعية. سيد رضوان، تحدثت أن هناك إحصائية عامة، يعني لماذا لا يتم الفصل ما بين البيوت التي تعرضت للاستهداف من قبل التحالف والذي تعرضت للاستهداف من قبل ميليشيا الحوثي، بحيث يتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتتحمل هذه الأطراف نتيجة هذا القصف وبالتالي تعويض الضحايا؟ بالنسبة للفصل والتصنيف لهذه الانتهاكات التي حصلت في حق المنازل والمنشآت العامة والخاصة، نحن نصنفها من أول لحظة، من أول وهلة نقوم بتصنيفها على أساس الجهة المنتهكة، من هي الجهة المنتهكة، ونسميها بالاسم بموجب استمارات وبموجب أيضا قاعدة بيانات لدينا محددة، نسمي الفاعل المنتهك كائن من كان. وأحيانا يكون الانتهاك حاصل من كلا طرفي الحرب المتمثل الجيش الوطني الموجود داخل المدينة وأيضا الحوثيين المتواجدين والتحالف أيضا. سيد رضوان، في المنزل الواحد تعيش أكثر من أسرة، خاصة في أحياء كانت مزدحمة بالسكان مثل حي الجحملية، بالتالي كم هي الأسر المتضررة من هذا القصف؟ الأسر المتضررة كثيرة جدا بالآلاف، تستطيع القول بأنها بالآلاف. وأيضا هناك نوع آخر، نزحت بعض الأسر من بعض المناطق التي على خط التماس في شرق صبر، مناطق الصرمين وتبيشعة، ونقلوا إلى هذه الأحياء على أنقاض هذه البيوت المهدمة. منهم من أعاد ترميمها بشكل يعني بدائي، أهم شيء أنهم وجدوا مكان يأو إليه. والسكان الأصليين الذين كانوا متواجدين في معظم السكان المتواجدين الذين كانوا متواجدين في حي القحملية أصبحوا الآن خارج القحملية، منهم من ذهب إلى صنعاء، منهم ذهب إلى الحوبان، ومنهم ذهب إلى مناطق أخرى داخل مدينة تعز. طبعا الآن حي القحملية الآن شبه خرابة منتهي تماما، لكن السكان الذين ليس لهم سوى مثلا بيت واحدة في هذا المكان يعودون ويسكنون على أنقاضه كيفما كان. منهم من دمر بشكل نهائي، ومنهم من دمر كليا، ومنهم من دمر بشكل جزئي، ومن ثم يعودوا للسكن فيه بظروفه الخاصة وعلى حسب ما هو عليه الآن.
على حد علمك سيد رضوان، هل هناك جهة معينة تساعد هؤلاء الذين تعرضت بيوتهم للقصف وبالتالي يتم إيواؤهم إما بدفع إيجار بيوت جديدة أو حتى مخيمات؟ للأسف الشديد لا يوجد ما يسمى أي تعويض للمواطنين هؤلاء الذين تعرضوا لهذا النوع من الانتهاك مطلقا، بالمطلق لا يوجد، هي عبارة عن مآسي تتكاثر وتتضاعف على المواطنين الذين عايشين. أنا أعرف مواطنين كثير ليس في أحياء الجحملية فقط ولكن في أحياء أخرى، مثلا على سبيل المثال عصيفرة في شارع الأربعين، مناطق قريبة جدا، بيوتهم الآن تعرضت للدمار والتلف والتخريب وأيضا السرقة، وهم الآن يسكنون داخل المدينة ويعانون كثير جدا، يعني طول الشهر يعمل الشخص على أساس أنه يوفر حق الإيجار، ومشاكل الإيجار الآن أصبحت حتى على مستوى الأقسام الشرطة ومستوى المحاكم كثيرة جدا جدا. نعم، إذن هل هناك حديث عن مشاريع إعادة إعمار هذه الأحياء المدمرة بسبب الحرب؟ كنا في قبل 3 سنوات تقريبا كان هناك مبادرة من حقوقيين وأيضا مهندسين إنشائيين وغيره، اقترحنا عمل لجنة، هذه اللجنة تضم راصد حقوقي وأيضا إلى جانب مهندسين فنيين وكذا، نقوم بعملية حصر وتوثيق هذه الانتهاكات التي حصلت للبيوت وللأماكن للمنشآت العامة والخاصة، لكنها تعثرت بسبب عدم وجود أي دعم حقيقي لهذه اللجان، وأيضا لا يوجد ما يسمى أي نوع من التعويض للمواطنين، هي عبارة عن كما قلنا عبارة عن مآسي يعني مركبة، مآسي مركبة، يعني بيته منتهية وأيضا لا يجد أي مكان يسكن، حتى وإن وجد تتضاعف عليه إيجارات ويصبح يعاني أكثر وأكثر. وطبعا هناك ما يسمى بالبرنامج السعودي لإعادة إعمار اليمن، لم نلمس منه شيء داخل مدينة تعز سوى أنه هناك مشروع فقط، أعتقد مدرسة في منطقة بشرة وحدنان، مدرسة كانت على إثر مناشدات عبر صحفيين وحصلوا على مشروع وهم الآن في بداية هذا المشروع. أما أمور أخرى فيما يتعلق بإعادة إعمار داخل مدينة تعز لا يوجد أي مبادرات ولا يوجد أي برنامج يتبنى هذه إعادة إعمار ما حدث من خراب داخل مدينة تعز. نعم، بالحديث عن دور السلطة المحلية داخل المدينة ودورها تجاه من تعرضت منازلهم للقصف، كيف يمكن تقييم هذا الدور؟ السلطة المحلية عاجزة عن تقديم أي مساعدة أو أي عمل بما من شأنه رفع المعاناة عن كاهل المواطن الذي تعرض منزله للخراب أو التدمير، عاجزة تماما، ليس لديها أي قدرات ولا قدرات مالية ولا قدرات حتى فنية بإمكانها تقديم مساعدات لهؤلاء الناس. كنت تحدثت عن مشروع إعادة الإعمار داخل مدينة تعز وأنه تم بناء مدرسة بعد ضغط من قبل صحفيين وناشطين، إذن لماذا لا يتم الضغط أيضا من قبل السلطة المحلية على هذا المشروع لإعادة إعمار هذه البيوت؟ هو البرنامج السعودي بحد ذاته هو برنامج خاص بالمملكة العربية السعودية، هي من تتبنى مشاريعها الخاصة ولا يمكن الضغط عليها أو إملائها بحيث أنها تقوم بهذا العمل. كان المفترض أن يكون هناك قبل البدء بأي أعمال إعادة إعمار داخل مدينة تعز يجب العودة إلى الرصد والتوثيق الذي حصل لهذه الانتهاكات، وبموجبها واستنادا إلى قاعدة البيانات الموجودة بإمكانهم أيضا يعيدوا المسح أو التقييم أو الرصد أو التوثيق والبدء ببرنامج شامل. هذا البرنامج من خلاله يتم إعادة إعمار ما دمرته الحرب من منازل وأيضا منشآت عامة وخاصة.
لكن السعودية قدمت نفسها على أساس أنها سوف أو قدمت مبادرة إعادة إعمار داخل مدينة تعز، وأنت قلت أنها غير مرغمة أو غير مجبرة، صحيح، لكن هي من قدمت هذا المشروع، إذا لماذا لا يتم إنهاء هذا المشروع داخل المدينة؟ نحن أمام كحقوقيون نقوم بدورنا برصد وتوثيق هذه الانتهاكات التي حصلت، لكن المطالبات للجهات التي سوف تقوم بإعادة الإعمار هي شأن الحكومة أو شأن الشرعية، هذا الشأن الخاص بها، وليس لنا القدرة على مطالبة أي جهة سواء كان التحالف أو غيره من أطراف الحرب لإعادة إعمار ما دمرته الحرب. المفترض أن تكون الشرعية هي من تقوم بعملية إعداد ملفات خاصة بهذه الانتهاكات وتقديمها على أساس المطالبة بإعادة إعمار ما دمرته الحرب من بيوت أو منشآت عامة أو منشآت خاصة. لكن هذه البيوت تدمرت بسبب طائرات التحالف وأيضا بسبب قصف ميليشيا الحوثي، لماذا لا يتم إجبار التحالف أيضا بإعادة إعمار ما دمرته طائراته؟ هذه تحكمها قوانين، وكما تعرفون مسنودة للقانون الدولي الإنساني إعادة الإعمار أو إعادة ما دمرته الحرب، هذا متمثل لا يمكن لحقوقي أو لسلطة محلية متواجدة داخل مدينة تعز أن تفعل شيء ما لم يكن هناك تبني هذا الموضوع من قبل الحكومة الشرعية، من قبل رئيس الجمهورية رأسا، هو من يتولى هذا الموضوع ويطالب بإعادة إعمار اليمن كاملا وليس مدينة تعز أو غيرها من الأحياء من داخل مدينة تعز. بخصوص المنظمات الإغاثية ودورها في دعم من تعرضت بيوتهم للدمار، كيف يمكن تقييم هذا الدور؟ في داخل مدينة تعز هناك كثير من المنظمات والمؤسسات الخيرية تعمل على عملية رصد وأيضا تقييم للمتضررين من الحرب، النازحين بشكل يتم استهدافهم بشكل خاص، لاحظنا الكثير، لكن هذا لا يكفي ولا يمكن أن يعيد ما خسره المواطن جراء هذه الحرب اللعينة التي دمرت كل شيء بدءا بالبيوت وانتهاء بالإنسان. نعم سيد رضوان، رسالة أخيرة تود توجيهها للجهات المختصة أيضا للحكومة الشرعية وعلى رأسها الرئيس هادي، أيضا لمن تعرضت بيوتهم للقصف وأيضا للتحالف وميليشيا الحوثي على السواء. من هنا من هذا المنبر، منبر قناة بلقيس، نقول ونطالب أولا الحكومة الشرعية متمثلة برئيس الجمهورية ورئيس الوزراء وغيرهم، كل المدن داخل اليمن التي تعرضت لهذا النوع من الانتهاكات والمتمثل في تدمير المنازل والمنشآت العامة والخاصة يجب التخاطب مع التحالف وأيضا الجهات الدولية المانحة التي تقوم بإعادة إعمار اليمن بشكل سريع وعاجل، كون الناس قد بلغ الضرر مستوى عالي جدا. أيضا نقول للمنظمات الدولية التي تعمل الآن في الجانب الإنساني، هناك أيضا إعادة إعمار اليمن جانب إنساني مهم جدا، وإعادة الناس إلى بيوتهم أيضا جانب مهم جدا، يجب العمل على إعادة إعمار هذه وتعويض الناس التعويض العادل بحيث أنهم يعودوا إلى منازلهم، وإن شاء الله نتمنى أن تنتهي الحرب هذه ويعود الناس إلى وضعهم السابق بحيث أنهم يستطيعون أن يتعايشوا بأمان وسلام. شكرا جزيلا لك الناشط الحقوقي رضوان شمسان، كنت معي من مدينة تعز. مشاهدينا الكرام، انتهى وقت هذه الحلقة، نذكركم بأن وسائل اتصالنا مفتوحة من خلال الإيميل الظاهر أسفل الشاشة أو صفحتنا على الفيسبوك، ويمكنكم مشاهدة الحلقات السابقة من البرنامج على قناة بلقيس على اليوتيوب. أم ياسر الشيباني، تم الرصد، في أمان الله.